النهاردة هنتكلم عن حقيقة عدم ظهور آية على السوشيال ميديا، وإزاي المقلب بقى حقيقة. ده مقلب كان عامله عبدالله في آية زمان. ما تستغربوش إني بقول عبدالله مش عبدالله. آية بتقول إنه بيحب يتنادى بالاسم ده، وده تصور عن اللي ممكن يكون حصل دلوقتي. وأنا والفانز بنحب آية، نفسنا تظهر تاني، والمقلب ده ممكن يبقى حقيقة وممكن لأ. تعالوا معايا نشوف الحوار ده بين آية وعبدالله زوجها، ونشوف المقلب بعد مدة من الوقت جايز بقى حقيقة. يلا بينا. آية، عاوزك في موضوع. موضوع ايه؟ عاوز اقولك حاجة، عاوزك تقفلي القناة. قفل القناة؟ قناة مين؟ قناة مين؟ انت عندك كم قناة؟ قناتك. عاوزني اقفل قناتي ليه؟ عاوزك تقفليها وخلاص. ليه طيب؟ فهمني. من غير ليه، بقولك اقفليها. طيب قولي سبب اقفلها ليه. من غير سبب، انا فكرت فكرة جت في دماغي كده. طب اتناقش معايا، انت بتقولي امر. ما انا بتناقش معاك اهو، مش نقاش ده. عاوزك تقفلي القناة من غير سبب. انا جاي معايا انك تقفلي القناة. شوفي لو فيديو عاملاه اكتبي فيه هقفل القناة. طب قولي سبب ليه. اعملي حاجة تانية، مش انتي كنت فاتحة القناة تسلية، ولا كنت فاتحاها ليه؟ لا مش تسلية، انا فاتحاها وبخرج طاقتي فيها. قولي سبب، انا عملت ايه؟ طيب يا عبدالله، انت لسه كنت قايلي افكار للقناة واستمري وربنا يوفقك. ايه اللي حصل فجأة؟ طب فيها ايه؟ اعملي فيديوهات طبخ وما تظهريش فيها. طب ليه كده تاني؟ ليه؟ انا فكرت تقفليها كده وخلاص من غير سبب. طب فيها ايه لما شارك الناس في الطبخ والاكل؟ يعني انت عاوزني انزل الاكل بس ما ظهرش في الفيديوهات؟ يا اما هقفلها خالص، او ممكن تخلي غزل تطلع فيها تاني، لكن انتي لا. طب ليه؟ انا حابة قناتي تكبر. دماغي قفلت على كده. اقفلي قناة، اتفقنا؟ ده اخر كلام عندي، ما عنديش كلام تاني. ماشي يا حبيبي. طب ليه يا عبدالله كده؟ ليه عاوز تزعلني؟ انا مش عاوز ازعلك. ايه المشكلة؟ انا بقولك اقفلي القناة. انا بقولك حاجة غلط. ايه، عاوز اقولك حاجة. عاوز ايه تاني يا عبدالله؟ مش خلاص هتقفلي القناة؟ انا كنت بعمل فيكي مقلب، مش هقفل القناة. بجد يا عبدالله؟ المصحف انا كان قلبي هيقف. وهنا كان الفرق بين المقلب والحقيقة، وهو عدم ظهور آية في القناة او على الميديا كلها، وظهور غزل على كل قنوات العيلة زي ما قال عبدالله في المقلب. يا رب اكون قدرت اوصل تحليل الموقف لآية. وبرضه احب اقول اننا بنحب آية، ويا رب تظهر تاني على الميديا. عاوزين نوجه رسالة لعبدالله يخلي آية تظهر في القناة. دوسوا لايك كتير للفيديو عشان عبدالله يشوف، وكومنتات كتير، ووصلوا الرسالة دي. يا عبدالله، في ناس كتير بتحب آية، وكمان عشان آية تحقق حلمها على اليوتيوب وتفتح محل الحلويات اللي نفسها فيه. بتمنى عبدالله يشوف الفيديو ده ويرجع آية لو كان هو السبب في ان هي متظهرش تاني على الميديا. شكرا ليكوا يا اجمل فانز، وهتوحشينا يا آية. مع السلامة.